طبعا الأسباب الرئيسية مثل ما تطرقت لها في المؤتمر الصحفي كانت هي زيادة الأعمال. كنا بننفذ المطار حمد بنفتتحه بالمرحلة الأولى، ولكن ارتأينا دمج المراحل كلها ليكون المطار جاهز الآن لاستيعاب يعني 30 مليون راكب، وعند استكمال المرحلة الثالثة سيكون المطار جاهز لاستيعاب 50 مليون راكب بالسنة. ما هي أهم التحديات التي واجهتكم في إنجاز هذا المطار؟ تحديات كثيرة طبعا، أهم التحديات كانت المقاولين، 100 مقاول نتعامل معه وجدول زمني موضوع لهم. بعض المقاولين لأسباب تتعلق بعمالة أو مواد لم يستطع أن ينجز في العمل في الوقت المحدد، لكن يعني من خلال اللجنة كنا نتابع يوم بيوم ونشوف المقاول متأخر نضع له خطة بديلة كيف نعيده إلى هذه، فهذه كانت أكبر التحديات. ماذا عن مميزات المشروع وما هي امتيازاته؟ مميزات المشروع مثل ما قلنا احنا اللي بنفتتحه أو مطار حمد سيكون مدينة ترفيهية، مدينة فنية، مدينة يعني مريحة للراكب واللي يزوره. ما هي طرق إطلاق المشروع؟ هل سيطلق مباشرة أم على أجزاء؟ وما هي الطاقة الاستيعابية في المرحلة الأولى وفي المرحلة الأخيرة؟ هو عند إطلاق أو افتتاح المطار سيكون المطار قادر على استيعاب 30 مليون راكب، وعند انتهاء المرحلة الثالثة سيكون قادر على استيعاب 50 مليون راكب في العام. فيما يتعلق بالافتتاح جزئي أو كلي، هذا طبعا اللجنة قاعدة تدرسه وسيتم اتخاذ القرار فيه خلال الشهر هذا. سؤال أخير، كيف سيدعم المطار الجديد مسيرة النمو في قطر؟ طبعا النمو في قطر الحمد لله، طبعا قطر قادمة على استحقاقات كبيرة من أهمها كأس العالم 2022. المطار الحالي سيساعد على تنمية السياحة، التجارة، كل الأمور هذه طبعا معتمدة على مطار حمد.